أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 12 هدفا في سوريا، بينهم 4 أهداف إيرانية وثلاثة أنظمة دفاع جوي، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة إيرانية من دون طيار تسللت إلى مواقع في شمال إسرائيل. وفي الأثناء أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا طارئا أجاز فيه رسميا ضرب أهداف سورية وإيرانية داخل العمق السوري.